مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله جميع أوقاتكم بكل الخير والصحة والعافية. مساحة جديدة للتلاقي بيننا وبينكم عبر حلقة جديدة من حرف ولون ونغم. وطبعا مشاهدينا، حرف ولون ونغم من خلال هذا البرنامج زي ما ذكرنا في الحلقة الأولى حنتعرف على الأنواع المختلفة للإبداعات والفنون بمجالات المختلفة من خلال الحروف والألوان والنغم السوداني الأصيل عبر ضيوف أعزاء وضيوف لهم تجاربهم المميزة في هذه المجالات عبر هذه الحلقة مشاهدينا. وطبعا اليوم هي حتكون حلقة مميزة جدا بنغم الدلوكة وتراث أهلنا في منطقة نهر النيل بقبائل المختلفة وبمناطق المختلفة. وطبعا تراث نهر النيل تراث غني جدا، ومنطقة نهر النيل منطقة غنية. وأيضا عبر الحرف سنخوض في واحدة من الفنون الإبداعية في مجال الكتابة، وخاصة كتابة السيناريست برضو مع ضيف مميز. عبر الفنون التشكيلية، عفوا عبر الفنون التشكيلية برضو حنتعرف على واحد من أنواع هذه الفنون مع ضيف عزيز ومميز له تجربته في هذا المجال. سعيدين جدا عبر الحرف انه يكون معانا الكاتب والسيناريست الاستاذ قسم الله الصلاحي. مرحبا بك استاذ قسم الله عبر قناه الهلال وعبر حرف ولون ونغم. اهلا وسهلا بك واهلا بمشاهدي قناه الهلال، وان شاء الله نكون حرفا حقيقيا في هذا السودان العزيز. يعني ما في شك. مرحبا بك استاذ قسم الله، وايضا عبر الفنون التشكيليه عبر اللون سعيدين جدا ان يكون ضيفنا الاستاذ محمد الحسن، محمد حسن الفنان التشكيلي والرسام. مرحبا بك. مرحبا بكم، مرحبا بقناه الهلال الاستاذه داليا، وان شاء الله نقدم حاجه مفيده. ما في شك. تحيه لك، وايضا الفنان عبد الرحيم المحميه. مرحبا بك. حباكم عسيره استاذ عبد الرحيم. مباشره حنحيي الناس بهديه من تراث نهر النيل الجميل مع الدلوكة. جدا. وطالب القصور يا آلنا، وأزال
السلام عليك. شكرا لك انت استاذ عبد الرحيم، متعتنا كثير والله، وانا متاكده انه اي جعلي تابعنا الليله حيكون عرض طبعا في الاغنيه دي. تحيه لك. السودان كله صح؟ صح طبعا. صح يعني عندهم الدم الحار وعندهم التفاعل مع الحماسه يعني. نعم التراث اتحرك يعني وما اصبح بخصوصيه المكان يعني لكن اصبح يعني زي ما تقولي بخصوصية الشخصية السودانية. أيوة. لأن الشخصية السودانية يعني بتشكل التقاطات من كل نعم. القبائل كل الإيقاعات كل كده وده دليل زي اللوحة التشكيلية. أيوة. يعني اللي ظهرت آخر النهاية الشخصية السودانية بملامحها نعم. المنفعلة بالقضايا المختلفة دي يعني. وده دليل يا أستاذ قسم الله إنه التراث الفني بالرغم من اختلاف القبائل وتنوع الفنون في السودان لكن عنده ارتباط ببعض وزي ما انت ذكرت بيأثر في الشخصية السودانية بصورة عامة ليس فقط في المنطقة المعنية بالتراث يعني. أستاذ عبد الرحيم خلينا مباشرة نقوم على حسب الجمال اللي احنا يعني سمعناه وسع قبل شوية وقبل ما يعني نخوض معاك في الحوار خلينا نحيي فرقتك الجميلة موجودة معاك العازفين مرتضى عادل الطيب ومبارك عادل الطيب هم اخوان مش كده؟ اخوان استاذ اخوان نعم في الدلوكة والإيقاع صح والملاحظ انه اعمارهم صغيره جدا لكن ما شاء الله هم مجيدين لايقاع طبعا الشغلات دي ابوهم ذاته عازف يعني ما شاء الله تبارك الله نعم بيتهم بيت فني يعني برضه مزمل فاروق احمد وعازف بالحقيقي بتاع الشتم يعني نعم الشتم وبشير اللمين كورس وسام احمد مساعد كورس وعبد العزيز ريحان كورس طبعا التحيه لهم كلهم الله يبارك فيك نعم. كلمنا عن تراث منطقة نهر النيل بصورة عامة وطبعا هو متنوع زي ما ذكرنا ومنطقة المحمية بالذات هي واحدة من مناطق الجعلين هي طبعا عندكم المحمية شرق وغرب مش كده؟ صح أيوة فبرضو منطقة غنية بالتراث الموجود في منطقة نهر النيل والله طبعا التراث تراث جعلين المنطقة من الجيلي من هنا لحد بربر زي ما قال الأستاذ تشمل السودان كله هي منطقة عندها تراث لكن نحن ولاية نهر النيل عندنا الدلوكة دي ماخدينها كتراث رئيسي هي الأساس أساس بعدين نحن عندنا التراث بتاعنا منقسم لثلاث أقسام أيوة عندنا غنى الحماس وغنى السيرة والغنى الخفيف كله بالدلوكة كله بالدلوكة لكن بيختلف الطرق بتاعته أيوة هسه الغنى الثقيل عندنا نحن غنى شكر زي الأغنية الأولى دي الأغنية الأولى تقيلة تقيلة لكن الأغنية الثانية هي خفيفة بنقول عليها احنا أغنية خفيفة لكن الأغنية بتاع السيرة يختلف من الأغنية ده ذاك الستايل براو يعني برضو حماسي لكن الطريقة بتاعته تختلف من ده ما زي ده نعم يعني الحماسي دايما بيكون إيقاعه راكز أو تقيل أيوة تقيل وصف في وصف أيوة لجلال الشخصيه اللي بتصفها ايوه يعني ما في داعي تخفف لها الايقاع لا رزانه أي رزانه خطوات تقل ايوه أي شكل زيه أي يعني تحلل شخصيته كلها يعني في الاغنيه دي بعدين الاغنيه دي بالذات الشعر بتاع انه ما رجال اغلبيه الاغنيه بتاع الحماسه او اغنيه التقيل ده شعرات نساء يعني واحد يشكر اخوها وابوها او الزول يعني الزول تلقى في القبيله فارس تلقى زول يعني ضوء ضبولك زول ضوء قبيله وده يبدع السيده السودانيه في الكتابه للشكر والحماسه بيشعر الشعر يعني جيت اشوف الزول ده يعني منطبق فيه يعني هسه اغلبيه الغنى ده هسه الغنى اللي غنيتها الاولى دي حقت وسايم من حته اسمها المكنيه ايوه واغلبيه غنى التراث ده نحن عندنا ولا السعداب ده من المكنية غربي جبل معالي بالغرب يعني الاثنين الغنيين مال السنة ديل الاثنين من المكنية الغنيين والسالم ده كان يعني عمدة هناك عشق البلد هناك ايوه الغنية دي غنتها لي اخته والثانية دي الكسرة دي الغنى الكسرات ده تبي تغني غنى زي ما تقولي عاطفي لكن احنا بنركز على الغنى الثقيل الغنى الثقيل هو الاساس يعني معنى نعم لو اختلفت القبائل في منطقة نهر النيل أو الجعليل لكن التراث واحد التراث واحد الأستاذ من النيل الأبيض برضو عندهم تراث في تداخل أيوة في ارتباط بين نفس الشيء بالمناسبة يعني تفضل يا أستاذ كل الشعر بتاع التراث في السودان القديم أساسه النساء صح. يعني في كل المناطق يعني احنا شوايبة
يعني مناطق الشعبية معروفة في شاعرات قدموا حاجات كثيرة جدا جدا. يعني أغاني السيرة والحماس كل الحاجة اللي أنت بتقولها دي نساء، في غالبية نساء، غالبية الشعراء بتاعنا نساء. صحيح. طيب أستاذ قسم الله، زي ما ذكر أستاذ عبد الرحيم إنه في تشابه ما بين التراث في النيل الأبيض، وأنت من منطقة النيل الأبيض، وما بين تراث الجعلين، وده زي ما ذكرنا إنه عموما في تراث السوداني في تشابه، فكده تحديدا ورينا التشابه ما بين التراث الفني الموجود في النيل الأبيض وما بين الجعلين، بس عشان نأكد الحتة دي. هو يعني مش ما بتقدر تقولي تشابه ليه، لكن بتقولي لحظة فاعلة، لحظة ثقافية فاعلة. صح، ممكن كلامي يبقى يابس كده يعني بتاع مثقفين كده، لكن هو كده لحظة فاعلة، بمعنى أنه أغنية الشاقية الآن لو تاخديها من الشاقية وتوديها سنار هتكون فاعلة في الودان، هيبكي واحد مع أغنية بتذكرك يا يمة مثلا. التراث ده يعني وكمان شيء آخر، يعني يمكن الشخصية السودانية امتلأت بمثل هذا الغناء، الغناء من قبيلة الجعلية في إيقاعنا التقيل ده، في أنه بيقدموا به نموذج للفارس، فنموذج الفارس ده نموذج متحرك. ايوه، ونحن ذاتنا مجتمعات متحركه. صحيح. يعني في السودان ما بتقدري تقولي مكان الجعليه بس نهر النيل. صح، ممكن تكون العاصمه وممكن يعني تكون اساسه، لكن حتمشي تلقي فوتوكوبي، يعني تلقي في ابو جبهه في جعليين يدقوا لهم الدلوقه دي يعرضوا كده وهسه اذا دقت الدلوقه دي قبائل السودان كلها بتدخل فيها. صحيح، ما فيش كلام يعني. نعم. فانا قصدي ما طبعا بحكم التنقل والتزاوج تشابه بقدر ما قضيه فاعليه، تراث فاعل، التاثير يعني تراث عنده بيشتغل في زمن الانسان. يعني هسه انت لو شايفه الناس اللي بيعملوا الايقاع ده، انا لما بسمع الايقاع ده بالمناسبه انا بكون صور دراميه لما كنت بسمع الايقاع ده، لكن بالنسبه لي الايقاع هو الرمز لمعنى محدد. هو الليله حتى قدله الراجل بتشوفيها من خلال الايقاع، حتى لبسه ممكن تشوفيها من خلال الايقاع، دي الرموز بتاعت الاغنيه. صحيح. ونحن عندنا الرموز بتاعت الدراما اللي هي في الكتاب والتأليف، الفنون مع بعض. الأستاذ عنده رموز التشكيلية وكذا وكلام، لكن عموما أنت ما تقدري تقولي تشابه، لكن مفردات للتعبيرات الحية عن ثقافة الإنسان، عن حياة الإنسان، عن كذا. عشان كذا بتحصل استجابة. والله أقول لك حاجة، الدلوكة دي توديها جبال النوبة تنقز الناس، توديها الجنوب، شفتي اللي انفصل منا ناس. نعم. الناس هناك بحكم التعاج، بحكم التزاوج، في فاعلية للتراث. صحيح، يعني صحيح. الناس دي المبدعين يعني صراحة. صحيح، ما في شك. أيوة. نعم. طيب أستاذ محمد، يعني أستاذ قسم الله قال هو لما سمع العمل الإبداعي ده طوالي كون صورة درامية بحكم أنه هو كاتب سيناريو يعني. فانت ممكن كيف تعبر بالفن التشكيلي عن هذه الصور الجماليه والابداعيه في الفنون يعني؟ هي طبعا الحاجات كلها مرتبطه ببعض، وبعدين الفنون عموما داخله في اي حاجه. يعني في حياتنا عموما. يعني هسه في قعدتنا دي الفن موجود. يعني الفن التشكيلي. اللون الفن التشكيلي بقى يشمل كل انواع التعبير عن اللون والخط و أيوة. المفردات بتاعت المياه العاديه دي. اساسا يعني هنا في السودان مثلا التنوع الكثير بتاع المجتمعات والقبائل والهناي بيخلق ثراء لكل الحاجات. يعني للدراما، للتشكيل، للغنى كده يعني. نعم. انا قصدت عندك رسومات او لوحات تعبر عن التراث الفني السوداني. في طبعا، ولازم تكون في، يعني اي رسام بيلقى هو بيلقى روحه في الحته دي. هاي لانه يعني بيقدر يطلع منها حاجات كثيره جدا. ما هو دي ميزه الرسم، ما الكاميرا يعني. لانه الاصل الاغنيه الاصل كانت قبل شويه بتخلق للزول حاجات، يعني انا بشوف الوان. ايوه، يعني انا ممكن لو اسي كان عندي الريشه والهناي ممكن طوالي كان عبرتها، بالنسبه لي انا بتكون مرتبطه بالحاجه دي. أيوة. قد ما ترتبط عند الناس التانيين بيها، لكن بطلع منها حاجه
جمالية. يا ريت لو كان ادواتك معاك كنا خليناك تلقائيا جهزت لنا ورقه وقلم. انا ممكن اكتبلك السيناريو. ايوه ويطلع كليب للاغنيه دي ذاتها. بالضبط. طيب نحن خلينا نشوف واحده او جزء من اللوحات اللي انت جبتها لنا يا استاذ محمد على الشاشه ونعبر عنها او نتكلم عنها. طيب دي واحده من اللوحات الجميله جدا اللي بتعبر عن يعني استخدام الإبل في كثير من مناطق السودان، مش كده يا أستاذ محمد؟ نعم. دي برضو لوحة تعبر عن شخصية سودانية أو وجوه سودانية في عمر معين من غرب السودان مثلا. ده برضو وجه للراحل المقيم والأستاذ القام الفنان مصطفى سيد أحمد. كيف بترسم الشخصيات يا أستاذ محمد؟ يعني بيكون مفروض جاهز في مخيلتك شنو عشان أنت ترسم واحدة من الشخصيات؟ بتختلف يعني، في شخصيات الزول ممكن يرسمه من الخيال. يعني صورة بتاعت شخصية منطبعة موجودة بس في خيالك، موجودة بس داير الزول يجي يقعد يوم عشان يبتدي يطلع الحاجات دي. وفي رسومات أنا حقيقة قاعد أرسم كثير البورتريهات اللي هي الرسم بتاع لكن شايفك عامل وجه الانسان السوداني كايقونه كده معبر بها يعني مطاردك. يلا زي ناس مدرسه الخرطوم في استخدام مفردات التراث السوداني وكده. فانت شداك الوجه السوداني ده كده دخلت فيه. والله حقيقه انا يعني انا برسم من بدري طبعا من انا صغير. بعد ذاك مره عرضت رسومات على الاستاذ شبرين. شبرين وهو قام نصحني قال لي انت يعني مميز في الرسم بتاع الشخصيه. ايوه فحاول واصل فيه لانه ده ما كثير. نعم نادر نادر. تجويده ذاته دقيق جدا يا استاذ قسم الله. حقيقه انا ذاتي كنت الشخصيه السودانيه عندها مع شمسه دي عندها صرطعين محدده عندها كده حقيقه. يعني الطبيعه بتخليك تعبر تعبيرات هنا يعني فيها انطباعات عجيبه صراحه. حقيقة كثير من الفنانين التشكيليه السودانيين بيهتموا بالحاجه. عشان كده انا قلت له انت بيكون لازم يكون الاساس عندك شنو عشان تبرع في رسم الشخصيه السودانيه خاصه المعروفه منا يعني الوجوه المعروفه زي مصطفى سيد احمد. يعني المعروفه طبعا يعني الشخصيه اللي انت عايز. انا ممكن ارسم الشخصيه هي ذاتها تكون قاعده قدامي او من صوره فوتوغرافيه او كده زي ما قلت لك او من الخيال. من الخيال الرسم من الخيال بيطلع حاجات الزول مش ما اسهل وما اصعب لكن يعني لانه ده زولك سويته انت خطيت فيه حاجاتك كلها. انا حقيقه كنت يعني بهتم يلا صباح الخير المصريه عشان الرسم. طبعا الغلاف بتاع صباح الخير دائما بيكون فيه رسمه بتاعت بيت يعني شخصيات عموما بيرسموها الفنانين بعدين الاستاف بتاع المجله ذاته كله رسامين. فانا بلاحظ انه مثلا في جمال كامل مثلا فنان معروف فنانين كبار مصريين يعني انا لو شفت رسمه لجمال كامل بعرفها حقته من غير ما القى توقيعه. عرفتي يعني شنو بتصحى ده النفس او البصمه. ايوه ده دايما في الرسم من الخيال. اوكي يعني مثلا درسهم شخصيه شخصيات مختلفه لو جزوا لماهم مع بعض بحيث انه ديل زي عائله مثلا او دم. انت مرات بتشوف زول بتقول لي يا اخي انت بتبقى لناس فلان دم ريشه الفنان ربطت ما بينهم. البصمه البصمه انا بتكلم عنها. اي فنان بيكون عنده بصمه يعني ممكن طبعا بكثره الشغل بتبتدي تترسخ البصمه. سبحان الله يعني البصمه دي موجوده في كل نوع من الفنون في اي حاجه في اي حاجه يعني حتى في الغنى في الغنى في يعني مثلا الفنان السي ممكن الغناي يقلد الفنانين لكن بيكون عنده طريقته. هو لو فنان متمكن بتظهر بصمته يعني صحيح. مثلا الاستاذ محمد اللمين لو غنى لوردي مثلا ايوه هو محمد اللمين لكن هو ايوه لكن في فنان ثاني بيكون يا دوب في بدايه الطريق بيحاول يقلد الاغنيه باداء الفنان ذاته برضه بتظهر ليه ما بتظهر شخصيته هو لكن شنو بيقدم الاغنيه يعني. نعم دي البصمه اللي انا بتكلم بالمناسبه نحن عندنا اشتراكات مع الناس ديل يعني احنا بناس الدراما بنستخدم اغاني النازل في المقاطع بنعمق بها الدراما. فانا هسه كنت بتكلم معه ما اعرف ترتيب كل الاغاني شكله كيف لكن انا كنت بتكلم معه
وحتى ابويا انا بمشي كذي كذي اخو البنات تسلم يا علي. قلت لي يا اخي دين خليت جاي طوالي في مسلسل السيف والنهار قلت لي فاذا اديتونا لها كذا مع الجوده يكون جميل تمام. طيب نحن نسمع طوالي يا استاذ عبد الرحيم. يا علي ايوه احا
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا عبر حرف ولون ونغم، وضيوفنا داخل الاستوديو عبر الحرف الاستاذ الكاتب والسيناريست الاستاذ قسم الله صلحي، وايضا عبر اللون الاستاذ محمد الحسن محمد حسن الفنان التشكيلي والفنان عبد الرحيم المحميه. استاذ قسم الله، يا ريت يعني نتكلم عن السيناريو شويه او كتابه السيناريو او النصوص. هي طبعا او هذا النوع من الفن بيبدا بفكره، مش كده؟ وعنده كثير من الاساسيات. نعم. وهو بالنسبه للكتابه، كتابه السيناريو هو ما يعني ظهرت كتابه السيناريو او تم الاهتمام بها كجنس ادبي يعني بعد ظهور السينما والصوره والكلام ده. اللي هي بدا اهتمام بفن جديد. زمان السينما بيقول لك الفن السابع، هسه ما عارفه بقت الفن الكم يعني، ما في فنون كثيره جات يعني. نعم. لكن عموما هو السيناريو ببساطه شديده جدا هو كتابه للصوره، يعني نحن بنكتب حاجه ببساطه عشان ما نرهق المستمع والمشاهد. يعني نحن بنكتب فيلم المستقبل يعني، او مسلسل المستقبل يعني. الحاجه اللي ماشيين ننفذها يعني. فبيبقى اي حاجه بنلمها في الورق ده ما بنترك شارده ولا وارده، كل التفاصيل يمكن ان تحقق صوره الا بنحشدها في هذه الورقه. لذلك يعني في تعريف جميل جدا بيقولوه المصريين يعني دائما، انه السيناريو هو الفيلم على الورق او المسلسل على الورق او حتى البرنامج على الورق. يعني اللي هو انت كيف يمكن كل الخطوات اللي انت ايوه كيف يمكن تكون قادر على انك تشاهد البرنامج على الورق قبل ان تنفذه، وكيف تستطيع ان تشاهد الدراما قبل ان تصورها، يعني الكلام ده على الورق. فدي يعني باختصار شديد كده، لكن عموما هي من اصعب الكتابات. ليه؟ لانه فيها لو بتلاحظ في 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 مرات في التلفزيون مكتب لك سيناريو قصه سيناريو وحوار. يعني ممكن الادوات الثلاثه دي ممكن كل واحد يكتبها، او ممكن واحد يكتب سيناريو ويكتب الحوار وتكون القصه بتاعت نجيب محفوظ او طيب صالح او غيره يعني. أيوة. كده اللي هو دي في المعالجات الدراميه للروايات الاعمال الادبيه ككل يعني. تخيلي معي انه احيانا يقوم بالثلاثه وظائف دي شخص واحد او شخص واحد. نعم. وغالب الدراما السودانيه التي كتبت لانها ما اتكأت يعني كده على روايه ولا على قصه، الا قليل من الاعمال زي عدو الاصفار مثلا، قصه كانت قصيره لاستاذ علي ياسين، اتكأ على قصه موجوده. في بعض الأعمال اتكأت على التراثيات، في واحدة اتكأت على التاريخ، في واحدة اتكأت على الأسطورة، لكن في الغالب الكتاب السودانيين بيكتبوا القصة والسيناريو والحوار. فأنت عشان تكتب قصة وسيناريو وحوار المهم محتاج لحرفية، زي ما أخونا عبد الرحيم ود المحمية داسة بيقول أغنيته دي وبتكون وصلت كل طاقته الدائري ينقلها للناس. فأنت في السيناريو بتاعك ده لابد يعني ان تكتب، لذلك بيسموه بالمناسبه السيناريو الكامل. ليه؟ لان انا مثلا اذا قال واحد للشخص الثاني قال لي انا بقتلك، يجب ان اسجل رد الفعل. لكن انت برنامجك ده مثلا اذا كان مباشر بيسموه سيناريو ناقص. ليه؟ لان ردود الافعال بتاعت الضيوف ممكن انت تساليني اقوم عليك في الكرسي ده. فيعني في تقسيم فني يعني، فني واداري كده بيسموه، انه في سيناريو كامل وسيناريو سيناريو. نعم. بتاعنا نحن السيناريو الادبي بيسموه سيناريو كامل. لانه يجب على الكاتب لا يترك شارده ولا وارده الا يكتبها، بل بعضهم بيدخل يعني بيقترح شكل الاخراج. يعني مثلا يقول لك مدينه الخرطوم من اعلى، مدينه الخرطوم من اعلى ده شغل المخرج اخراج يعني. هاي ده استاذنا عبادي او اسمه منو. نعم. الجماعه دي هم اللي بيشتغلوا التفصيلات بتاعت اللقطات دي. نعم. لكن احيانا لان لحاجتك ليها بتقوم تكتبها بين قوسين كده، احساس بانها هي دي لغه حتوصل الفكره، توضيح انت بتقترحها، ممكن المخرج يعمل لها كروس يشيلها برا وكده. فهذه هي يعني الورشه التي يدخل فيها الانسان، زي المشغل بتاع ناس الفنون دي لما ندخل الى اللوحه، نحن كذلك بندخل في مشغل القصه. نعم. طيب. عشان نطلع سيناريو. انا يعني كنت عايز اقول لك يعني في فرق بين السيناريو والحوار ولا ما في فرق؟
في فريق طبعا بين السيناريو والحوار. السيناريو ما هي انا بصف يعني مثلا جلستنا دي بقول نرى نشاهد الاستاذه ونشاهد الاستاذ ونشاهد فلان يجلسان في الاستوديو كذا كذا، ده بصف انا الصوره ما يراه المشاهد بلغه المضارع، يعني نرى نشاهد داليا تسير نحو المطبخ كذا، ده كله ده سيناريو ما يراه العنايه. هي طبعا جاي من الكلمه بتاعت سيناري، سيناري كلمه قديمه يونانيه كذا يعني اللي هو المنظر او الكذا ولا يعني، حتى كمان في كلام وصف المظهر بس وصف المظهر بالضبط كذا. فنحن ده السيناريو، لكن الحوار ما يقول الممثل لحظة الحالة الانفعالية النوعية جزء من السيناريو، يعني ممكن هو في العنوان العام الحوار يكون جزء من السيناريو والقصة تكون جزء من السيناريو. الحوار بيكون بين الممثلين يعني، الحوار بين الممثلين، ممكن بين الإنسان ونفسه في مناجاة خاصة كده يكلم نفسه كده وحاجات دي. فكده بنستفيد من بنقترح احيانا سلوى تنام في غرفتها تستمع لعبد الرحيم ود المحميه، اخو البنات تستمع علي مثلا الاغنيه تحددها. ليه؟ لانها بتعبر عن حاله شعوريه محدده تقديميه لازم اسجلها. طيب الرسامين بتستفيدوا منهم في شنو؟ طبعا الرسامين ديل ما هم يعني ديل مساعد التصوير، اقصد مدير التصوير يعني زي بعض في تصميم المناظر وفي كده. أيوة. وكلام من ده يعني التصميمات يعني ممكن يكون شغل التلفزيون بيختلف عن المسألة، يعني شغل التلفزيون ما شغل تشكيلي بحت يعني لكن الإنسان بيستخدم طاقته في التشكيل وكده في أنه كيف يصمم مكان زي ده. أوكي. يعني لما تحتاج تصمم مكان زي ده لازم تجيبه تشكيلي. ليه؟ لأنه عنده دلالة ألوان، دلالة أشكال كده، حاجات دي في الديكور يعني. ايوه، فاحنا زون التشكيلي بيجينا لابد ان يقرا النص، يدخل معانا في جو القصه، يدخل معانا المخرج. ود المحميه ده لو عنده هيغني لنا مقدمه الشعار وهيغني لنا بعض الاغاني لازم نسمع القصه، نقول له القصه دي حقت فلان ود فلان عشان يقدر يعيش. ايوه، يعيش معانا الاحساس بتاع الفن كله او العمليه الفنيه متكامله، عشان كده تحتشد كل العناصر دي لتكون لغة المسلسل بما فيها لغة الكاميرا اللي احنا من شايفينها. نعم. الكاميرا دي عندها لغة بالمناسبة. يعني وجهي لما تجيبي بيك كلوز غير لما تجيبي يعني لونج شوت ولا حاجة زي دي. وهكذا يعني. أنا كل الأدوات وكل الفنون التعبيرية والإبداعية ممكن أكيد. تكون هي في مسلسل أكيد. أو تكون في فيلم يعني. أكيد. نعم. بالمناسبة في أي حاجة. يعني الفنون كلها بقت متداخله مرتبطه ببعض ارتباط كبير، ارتباط كبير جدا. ليه؟ لانه بالمناسبه العالم اتطور بفضل الفنون دي. صحيح. التطور ده ذاته يعني خلى بعدك في اهميه لانواع الفنون المختلفه عشان نعمل الحاجات. يعني زمان الناس بيعملوا الحاجه بعفويه، هسه بقت مدروسه من كل الجوانب بتاعتها. نعم. يعني زمان الزول ده ريسكين بيجيب له راكوع عشان تتابع حسب حاجته هو، بس عشان تحميه من الشمس عشان شنو كده. شويه شويه بقت خشت الحاجات الجماليه والاحتياجات يعني، الركوبه دي زادت تكون حلوه، تبقى قطيه مثلا، تبقى صحيح. غرفه، تبقى بيت، البيت ذاته بعد ذاك الناس يهتموا به. يعني زي العربيه مثلا، التطور بتاع العربات، العربيه الاولى اتعملت هي عربيه تسوق الناس بتوديهم، لكن شينا شينا. ليه؟ لانه اساسا كان الاهتمام بانها هي كمركبه وسيلة تمشي كيف ضروريه عشان توصل الحركه فقط. ايوه، يعني الشغل الميكانيكي بتاع بعد شويه بيقوا الناس دايرين يضربوها بهي لون تديها شويه جمال، بيقوا يصلحوها كده. أيوة. أسي يوم الليله العربيه يوم الليله هي جميله اكثر من انها عربيه وسيله حركه. يعني صحيح. بدليل الناس العربيه الجديده ما بتعيش كثير، العربات القديمه دي بتكون 60 سنه ماشيه، وبدليل انه الواحد بغير الموديل بالضبط كده بتغير جماليه عشان انت تلبي حاجه اصلا السعي نحو الكمال ده. يعني في مسيره الانسان دائما هو بيزعى للكمال للجمال. صحيح صحيح. وما بيصل ما عنده جمال هو الله، انت ما بتصله. صحيح. لكن انت ماشي في طريق انك انت بتفتش عليه، فدائما انت هسه بعد يومين بتمشي تقول انا دايره توب احسن من اللي صحيح صحيح. ده بتفتش ذاتك يعني النفسيه ذاتها بتاعت البني ادم، بتفتش عن حاجه
ما مطروقه ما لابسه زول. ايوه عشان تكون مميزه بالنسبه لي. كل الحاجات كده يعني احنا لو الواحد ماشي يشتري له خروف للضحيه بيختار له حاجه حلوه بالضبط كده. يعني نحن حنتكلم عن نقطه التطور في الفنون عموما وتطور ادوات الفنون ذاتها، لكن بعد ما نسمع من استاذنا عبد الرحيم ودى المحميه نسمع الوافر ضراعه. يا سلام. الفهم وحق ليل لدى اللسن أبزلود يا الفهم.
مغنيين سيرة طبعاً، المضى يدوق السيرة. لا لا، غنى السيرة يختلف من الغنى الآخر. يعني الأخيرة دي ما سيرة؟ ما سيرة. ده كله ما سيرة؟ ما سيرة. السيرة السيرة طبعاً هي السيرة، هي السيرة المتحركة. أها. في الأغاليم السيرة من بيت العريس للعروس بيسيروا بين رجليهم. عندها غناها يختلف من ده شويه، غناها دقت في الدلوكه دي تختلف. يعني السيره الفنانين المجموعه دي كلها بتقف كلها فنانين قدام البنات طبعا. عن العريس معه اهله واصحابه واقرباه وجيرانه، والبنات بتاع الحله كلها بتقف ورا الفنانين ديل. ديل كلهم بغنوا مين بيشيل الكورس. ايوه. يعني غناه بيختلف. كلامه ذاته يعني طريقته. الناس متحركين ماشيين. ده ما قلنا ناس سارتين قاعدين في دارة. ايوه. لكن ماشيين نتحركوا بيت العريس. سايرين. سايرين. بغنوا غنى يختلف من ده شويه كده. حتى دقة ذاته يعني يختلف من ده. لكن برضه الدلوكة عنصر اساسي فيها. عنصر اساسي. شايلين واحد في كتف فوق ظهره هنا فوق. واحد بيشيله وبكون ماشي والثاني يدق تن تك 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 تن كده. هي كلمة السيرة دي ذاتها جاية من سايرين. سايرين. السيرة ذاتها. نعم. لكن أنت عارف يا عبد الرحيم الناس كن ديل النسوان ديل قرب الرجال ما خلى الراجل. والله يا اخي عشان كذا انت تعرف المناطق السودان دي ما شهدت استقرار. انا بديت اتامل يعني نحن هسه قصدك بالتحميس وبالتشجيع للحرب وكذا. طبعا الدلوكه دي والكلمات حتى الكلمات صراحة. يعني في زول بالله يسمع الكلام ده بتقول جسمه ما يقشعر. طبعا ما في كلام يعني هسه هو من جلده الزوله دي جابته مكانه. هسه احس الجلد ده زميلنا صدام طبعا استاذ قسم الله هو جعلي تحيه له. فنحن داخلين قال لي ما فيها صوت. فيها صوت تصويت بس قول لي طول. والصوت طبعا هو جلد العريس يا استاذ عبد الرحيم، ما داري اني قاطعك يا استاذ قسم الله. والله الصوت ده لكن هو تعبير عن الشجاعه. الصوت ده طبعا استاذ حسن المفروض يمسكوا العريس في حفله المناسبات بيكرموه يعني. اي العريس هو اللي يدق الناس. يعني الصوت ده خطر، كده ديله صوت يموت زول يموت. بيدقهم بميزة محددة. بيدقهم زول بيعرف يدق العريس. العريس إذا كان ما يعرف يدق بيشوف مثلا زول صاحبه أو زول في نوعية من الناس كده أصلا تخصص في الجلد ده. لأنه الصوت ممكن يجي كده يضربك ثاني في كده عينك. كده. عشان ما يعرف يقول. لكن في دول خدت لك ثلاث سيطان أو أربع سيطان في حتة واحدة. ما يأذيك. ده متخصص. حتى أصلا عندنا ناس هنا يكون عندهم مناسبة هنا بيجيبوا الجلاد ده من البلد. زول بيلد الناس ده من البلد. لانه الزول ده الجلد ده بيكون في حاله ما واعي. لازم ينجلد. لازم ينجلد بيرجف كده. لازم ينجلد عشان يرجف. ايوه يكون طبيعي. يلا بعده طلع سيطان بيثبت ثاني رجف ده حت منه خلاص. طيب الله. العريس ده لما نيجي يوم من الايام لما نيجي هو بينجلد. ايوه الدين. في بعض الارسال بتاع الاغاليم اللي جاب الدق ده عندهم دين. يكون دقيت لك انت ودقيت للاستاذه يوم عرسيانه تجي تقول لي يقول لك انا علي دين. نعم طبعا واحده من العوائل. طبعا هي دي ما حاجه دي تعبير ما سهل بالمناسبه. يعني انا في سبيلك وده ترابط اجتماعي. صحيح. يعني دي دلالته فيها سبيلك انجلت. ايوه انا رقبت لك. يا سلام. حتى انا عشت في بعض مناطق اليمن يقول لك انا افدي روحك. يعني الزول لما يقول لك انا افدي روحك زي اللي حلفك بها الله. يقول لك انا افدي روحك ما تفعل كده مثلا. فالزول لما يديك رقبته ويديك ظهره تضربه فيه ده نوع من الترابط الاجتماعي. ايوه يعني لا يعني طريقه سودانيه في التعبير عن الكرم ما في زيها. صحيح. لانه في مناطق هسه الضرب على القفا. الضرب على القفا فيه مشكله. صح. دلاله معينه. ايوه في فعلا كده. لكن هو طبعا ده الظهر بدي ظهره. ايوه. بعد معناها شنو انت بعدين كانت ديت ظهرك انا امين عليه. يا سلام يا سلام. اللي هو دي واحده من صفات الشخصيه السودانيه والجعليه عن المعركه نفسها. أيوة. انه انت وكتبت ظهرك ده وكتمش على عدوك تكدي. أيوة. تكير عليه وتدي ظهرك ده لراجل بوراك هنا بحميه. يعني راجل يستحق يسند ظهرك. يا سلام. تعبير جميل. في التعبيرات هي ما بتتقال بالتفسير ده. لكن هي كده. والدليل على ذلك هسه محمد ده عبد الرحيم ود المحميه ده إن وقف في الحلة وقال الفزع الدنيا كلها بتتكربج وراه. يعني كده معناها مشحون هو ببطارية من نوع هذا الغناء، نوع تلك التعابير الشعبية اللي هي تقول لها on off on on off off. يعني كده. يعني هسه ممكن ده يعقد دم
بين اخوين اولاد عم، ممكن يعقدوا يعني، انت عارف يعقدوا يعني شنو؟ يعني يوقفوا يعني وفي العقد الدم بالعصا، هو بعرفه عبد الرحيم ده بعرف العقد الدم بالعصا، بيرسل العصاته بس بيوقف بها الدم بين قبيلتين. ايوه دي تعبيرات، وبعدين الغنى وثق الحاجات دي. ايوه العقد الدم بالعصا ده موثق فيها في الغنى السوداني او في غنى التراث الجعلي، وبرضه في وجدان الانسان ومتحرك. يعني والله عودة أخونا عبد الرحيم ود المحمية زي ما قال عودته للجذور، لو عدنا كلنا للجذور وانطلقنا من تعبيراتنا المحلية نحو إنسان سوداني عالمي، بنقدر نقدم نفسنا بشكل جيد. بالضبط، ويمكن ده دور الفنان يا أستاذ قسم الله، إنه هو يعكس التراث السوداني في المقام الأول من خلال فنه يعني. نعم. عشان ينطلق للعالمية. هو زي ما بقوله الانطلاقة للعالمية بتبدأ من المحلية. نعم. أنا هسي لو شاركت في معرض فيه ناس من كل دول العالم، لو قدمت حاجة من تراثي أنا ممكن أكون متميز شديد، عكسي من أقدم شغل تشكيلي عادي بيشتغلوا أي زول. أي صحيح. يعني بكون بعد ذاك بتبقى المنافسة بيني وبينه في حاجات محددة، يعني حاجات معروفة تقنية. لكن لو أنا مثلا رسمت لهم قلة مثلا، يعني بتبقى حاجة مميزة. أيوة. بالنسبة لهم هم. حتى ممكن يسألوا منا وبعد شوية يكتشفوها يعني، بيبقى دي حاجة مميزة. أسي احنا عندنا الخوايات اللي بيجي السودان لما نقدم لهم هدية بنشتري لهم حاجات هنا من سوق ام درمان. أيوة. يعني البيريش ومعارف البتاع ده الأصلي يعني، الهبابة والجبنة والشنو كده، بيكونوا يعني مبسوطين جدا. نعم. ما ممكن أقول مثلا أديه شاشة، هو بالنسبة له الحاجة دي هناك عادية يعني. صحيح صحيح. نعم. طيب نحن بعدين معلش ملاحظة بسيطة كده، أنا يعني اللوحة بتاعت الأستاذ، نحن برضو في الغنى ده غنى الحماس اللي بنغنيه ده، تلقى في بعض المناطق أنا مشيت أبو نعامة غنيت حفلة هناك، لقيت ناس من دقوا لكن يختلفوا من ناس نهيني، ديل بيكونوا واقفين واحد شايل سكين واقف كده. دي باعتبار اللوحة. أيوة. ما كل الناس اللي صافي الوقت كله للدق ده كله دول ماسك سكين وكده. والسكين اللي عندنا هناك شنو؟ الزول اللي بيسيل السكين ده عندنا هناك فيه عندنا زول بيقطع ايده كده خلي الدم ماشي كده، زول يقرب وما في يطلع وما في يعني، يعني في ناس بيجوا مجرد ما اقول لك ده عنده سكر ده عنده نايم يطلعوا يسيل السكين وزول بيقربوا ثاني ما في خلاص. لازم يتجلد لازم يتجلد. يعني في كل منطقه تلقي الناس اللي بيجدوا عاملين لوحه بتعبر عن المنطقة ذاتها. عن المنطقة. ودي ما حاجة متكلفة بتكون يا أستاذ عبد الرحيم، ده من 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 صميم الشخصية السودانية اللي هي عايزة تعبر يعني عن شجاعتها. الجلد ده نحن بعد مرة نمشي حفلات بنلاقي الحبش بينجلدوا معانا. سبحان الله. والله تلقي حبش ساكن في الحلة عنده أصحابه كده خشوا يتجلدوا وزاد ينزل معاهم بحكم أنه أصدقائه. نعم. لكن الجلد طبعا عند الناس اللي بيعرفوه عنده شيء أساسيات. أول حاجة الجلد ده تتربط من بر الحفلة. تجي خاشي الحفلة. الشيء الثاني وقفة. وما تنط. لكن لسه بعد مرات بلاقي ناس الناس ما يدعون عليه. ما ينط ما مشكلة. لكن عندنا فرصة. لكن ابن المنطقة ذاته. الجراري قديم يقول لك ده جرك خلاص هذول خلاص. المحترفين. محترف يعني بيقولوا عليه نطة ضعيف. والزول النطة. النطة ما خلاص يتعرف. أنت النطيط بخير. والله نطيت. ما أبغى إنه ليه. الزول البيلي ده. يفوتك طوالي. يفوتك. أيوة لا النسوان ما أبغى إنه ليه زول النطة. لا 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 ما أبغى إنه. غنى كذي يعني مشاكل. لكن الجراري ديل عندهم غنى. الجراري ديل عندهم غنى إحنا مغنيين غنى. يعني غنى بيغنون بناديهم بيت. أيوة. طيب الكنترول يا أستاذ عبد الرحيم قال لي غني لنا عشان نجلد وما في زول ينط. شايل
ابشر يا استاذ عبد الرحيم، واحسن قرار انك رجعت للجزور والله. للدلوكه وللشتم وللايقاع، الدلوكه الجميل والتراث الجميل. انا ملاحظه لانه احنا في الخواتيم وعايزين نلملم الحوار، ملاحظه انه يعني انتوا الاغنيه بتكون في البدايه ايقاع راكز وبعد كده بيقلب سريع، ده لزوم للعرضه ولا كيف؟ هو الشيء الايقاع الثقيل اللي بقول على البدايه ده هو الايقاع الثقيل. الزمن الثقيل ده اصلا بيتطلب انك تقعد الكلام، ايوه، عشان المتلقي او المشاهد يسمع يسمع, يسمع. أيوة. ويعرف الزول ده بيقول في شنو. ايوه. الزمن الثاني الخفيف ده ما غزلي يعني غنى جاري شغل مشدود ده ذاته اللي بيعرضوا فيه في ناس في الثقيل ده بيندقوا، في ناس يدوا بيت ده بيندقوا. ما هو وتر صحيح. وتر حساس صحيح. بمجرد ما اثر فيك الطالب لا شعوريا بدك تنفق جوا الدار، لكن الزمن الثقيل بتاع الغنى الثقيل هو غنى الشكر ذاته. ايوه، يعني انت بتوضح الكلام للمتلقي او المشاهد عشان يعرف انت بتقول في شنو. نعم. طيب في المناسبات يعني انا ملاحظه انه ركزه الرقبه بتكون عند الرجال وعند النساء برضه؟ لا، عند النساء فقط. نحن عند النساء فقط. آه. طيب الراجل بيعبر كيف بال الرايل في الثقيل بيعبر عندنا حسب المقاصاتي، ينط هنا ينط هناك، في حاجه اسمها الصقريه. أيوة. الاثنين بيتقابلوا بعصي يتبارزوا يعني، وفي قدله. اي النطيط ده احنا بنقول المقصات، ياخذ مقصين ومقصين ومقصين. يلا في المجرد ما تقلب خفيف بيتقابلوا اثنين بعرضه، لكن في التقليل ما بيعرضوا اثنين، حاله نادره الا زول ما يكون عارف التراث كويس او زول ما من المنطقه دي، لكن اصلا الناس اللي بيتقابلوا اثنين دي في الخفيف لانه العرض بيكون سايره مع الزمن ذاته. ايوه. لكن في التقليل ما بتكون سايره. تمام. بتجي لكن ما 100%، يعني احتمال تجي 40% فقط. لكن في الخفيف تجي 100%. تمام. طيب استاذ قسم الله، يعني لو سمحت لي بس اقول في حاجه دي بسيطه للناس المزيكا، طبعا لانه درست هذا الموسيقى والمسرح. فالناس المزيكا في السمفوني، السمفوني العالمي ده الفن يقول لك سمفونيه سمفونيه، عندها حركات بالمناسبه. حركات نفس الحركات اللي بيعملوها دي، يعني لو استمعتي يعني لاي سمفونيه، سمفونيه شهيره مثلا زي بتاعت بيتهوفن دي مثلا، ولا اي واحد من الناس دي، بتلقاها عندها حركات بتبدا خفيفه، تبدا رومانسيه كده، بعد شويه تبدا تزيد الحركات الاستعراضيه اللي هي دي بتستعرضوا فيها هم المقدرات الموسيقيه وكده. فانت لو بتلاحظي في كلام في الاول، كلام بتكون الايقاع خفيف، الايقاع في حوار مع الكلام. لو لاحظتي هو بيقول يعني اغرب يعني حاجه جميله، انت لو لاحظتي الزول ده مرات بيسكت وبيدخل مع الايقاع، يعني زي ما تقولي بيغني في الزمن، في الزمن ما في ايقاع. أيوه. يعني اول ايقاع يكون ماخذ وضع ثاني وهو انا، لكن حوار، ده حوار. لكن فعلا عشان يركز لك الكلام، لانه الكلام ده مطلوب اجتماعيا، مطلوب انه يوصل الكلام ده. بعد ذاك بيجي الاستعراض، الاستعراض اللي هو الحركه الخفيفه بالمناسبه. في السمفونيه في الاستعراض الحركه الخفيفه دي. سبحان الله، ده لانه الفن عالمي يعني. يعني انا يبدو لي لو عرضنا شويه كده في بحثنا كده ممكن نطلع حاجات من الشغل ده. صحيح، ما في شك. يعني يبقى بسم الله، والله احنا بنحييك انه في الحان بتاعت الموسيقى العالمي هني ده ماخوذه من تراث. ايوه صحيح صحيح. سبحان الله، ايقاع الدليب وكده في كان حفلات. جميل جميل. نعم. نحن بنحييك استاذ قسم الله في انه انت يعني جذبك هذا النوع من الفنون واخذت انك تتكلم فيه اكثر من تجربتك حتى في السيناريو، ما اديناها مساحه. لكن نحن بنحييك، ومساحه اخيره كده ليك في انه تعرف المشاهد الكريم عبر حرف ولون ونغم عن كتاباتك او ابرز كتاباتك. يعني هو طبعا الواحد يخجل بعد الاغنيات اللي داير زول يشكرني. يعني ما عندي زول كده، لكن حاول اعمل له اغنيه كده يقولوا السوى مسلسل السيف والنهار من جزئين يعني مع الاستاذ قاسم ابو زيد. ثاني السوى الحي والميزان مسلسل باللغه العربيه مع الاستاذ عبادي محجوب. يا سلام. وكذلك يعني حكايات سودانيه، في حكايات سودانيه عملت فيلم مع ابو بكر الشيخ، يعني فيلم يقظه وعلى سطح القمر يعني، وتجارب ومع الاستاذ حسن كدسه. اخر حاجه كانت حاجه اسمها جوهره بحر ابيض، كان عرض في رمضان الفات. مع شكر الله في حاجه اسمها مهمه 56، مسلسل كان بيمثل فيه الاخ عبد الرحيم محمد عبد الرحيم قرني،
وتجارب مجموعة من الأفلام كتير. فيلم الصدى، الميلاد، طبعا الناس لأنهم يعني أنا بحاول أذكرهم بقول لهم يا أخي شوفونا شوفوا درامتنا السودانية، لأنه صراع الدرامات الآن صراع عمالقة يعني. نعم يعني بيدهس الدراما اللي ما مصنوعة كويس. صحيح، يعني دي مسؤولية كبيرة طبعا. فعلا هي مسؤولية كبيرة فعلا، عشان كده يعني في بعض مثلا أنا زمان لما كنت في بعض الجيل يعني لما أقول له أنا كتبت السيف والنهار بيقول له يا أخي والله كويس يعني كذا كذا، لكن هسه ممكن لو قلت للشباب دي للسيف والنهار لأنه ما شافوا أصلا وما فاضي ليها أصلا. لكن الدراما السودانية الجيدة تتابع والله حتى من قبل أكيد الشباب. أكيد أكيد متابعة. يعني مظلومة بس في الصنعة، في الصنعة يعني نحن لسه عندنا زي ما قال أستاذنا يعني لسه نحن الصنعة درامتنا اللي تعبر عنا صحيح شكلها يعني بين قوسين سميها دراما شينة، شينة يعني شينة بقصدي شنو؟ في ما يصرف عليها، ما يصرف على التصميم المناظر، ما يصرف على طبعاً عايز الكاميرات إمكانيات كبيرة أيوة، ما يصرف على الخدع السينمائية، ما يصرف كده ضعيف بتلقي ضعيف، عشان كده بطلع دراما ما فيها فينيشنج عالي. زي كبايتنا بالمناسبة ما مختلف عندها، حتى كبايتنا بتاعت الشاي دي ما فيها فينيشنج زي الكوبايات اللي بتجي من برا صحيح يعني ده حقيقه ده اكيد يعني فعشان ما نقول الدراما بس كورتنا برضه زي قريبه من الدراما يعني نعم احنا نتمنى انه الدراما السودانيه يصرف عليها عشان انتم تقدروا كمبدعين تطلعوا نتمنى انه الصناعه جميل يعني. لهذا الفن يعني يبذل عليها قروش لانه عايز الصرف لتصنع لابد من تكبير المال. نعم هو طيب. اشوف هسه في مصر الشغل الدرامي ده يعني زمن طويل مميز لأن الدولة صرفت عليه. صحيح صحيح إمكانيات هي في المقام الأول. طيب أستاذ محمد الحسن يعني سريعا برضو معاك نديك مساحة أخيرة في أنه تكلم عن المعارض في السودان، هل هي متوفرة أم فيها إشكاليات؟ والله طبعا في إشكالية كبيرة جدا، هو أساس الفن التشكيلي المعارض. المعارض بس الناس بتعملها كده من ناحية فردية مجهودات فردية، ما في حاجة مشجعة عليها ذاته يعني. أنا شخصيا عملت 4 معارض بمجهود فردي. مجهود فردي طبعا، ومرات بتشجيع من الناس يعني ما بكون ذاته في رغبه لانك تعمل الحاجه دي. معارض مهمه جدا عشان ذاته الفن التشكيلي يتطور. طيب يعني شركات الاعلان يعني المنتوج الفني التشكيلي ما محفز لانه شركات الاعلان هي ترعى المعارض ما وكده. ما في هسه هي الرعايه ما في اساسا ما في او معتبرينها حاجه مهمش يعني. مهمش. في حاجات زي ما قلت لك فرد يعني في ناس عملوا صالات عرض زي مثلا الدكتور راشد دياب. تحياتنا له. تحيه عمل شغل والله على نفقته الخاصه مميز جدا. ناس عرضت فيه كثير. جاليري. هاي جاليري. جاليري نعم. هاي في حاجات كده. انا اخر معرض عملته في مطعم بابا كوستا لانه صاحب المطعم كان زميلي في الدراسه. يعني لقيت بالصدفه وتونسنا وبتاع وشفت هناك فقام قال لي تعال اعمل معرض. يعني لو ما كده ما كانت نحن في ختام جلستنا دي وفي ختام هذه الحلقه من حرف ولون ونغم يعني من خلال هذا الحديث الجميل نتمنى انه الفنون في السودان تتم رعايتها بصوره كبيره جدا لانه مثل هذه الفنون مثل هذا هؤلاء الفنانين جديرين بالاهتمام عشان يقدروا يعكسوا السودان الجميل من خلال الفن التشكيلي من خلال الدراما والكتابة الدرامية ومن خلال أيضا النغم الجميل. إذا مشاهدينا دي كانت نهاية حلقتنا اليوم من حرف ولون ونغم، إن شاء الله لحد ما نلاقيكم في حلقة جاية حروف جديدة وأنغام جديدة وأيضا ألوان جديدة حنختم مع أستاذنا عبد الرحيم. نحن طبعا نشكر كثير جدا ونشكر فرقتك شرفتنا ونورتنا وأستاذ قسم الله شكرا جزيلا لحضورك عبر حرف ولون ونغم. نعم أستاذ محمد الحسن شكرا لك كثير عبر قناة الهلال. بس ما اقدروا
شجعه